في هذا الفيديو نتحدث عن كالكروس 1 ونتحدث عن ما يسمى بالليميتس انفولفينج انفينيتي. طبعا هو في تو بارتس، يعني انه لما تكون الليميت انفينيتي طبعا اور ماينس انفينيتي، ايضا الليميت ات انفينيتي اور ماينس انفينيتي، او ما نسميه بالاند بيهيفير. عندي هذول الثلاث مسائل راح نبدا فيهم، انه فايند ليميت 2 اوفر اكس ماينس 3 as x approaches 3 from right، نفس الفانكشن from left and as x approaches 3. في عندي هذا يلخص ما سنتحدث عنه، وهو لما يكون عندي rational function، ونقصد فيه يعني polynomial over polynomial، أو أنا يعني حتى لو كان مش polynomial over any function and the result is non-zero over zero. طبعا zero over zero covered before، بس إذا كان direct substitution result non-zero over zero، so في عنا ثلاث أجوبة محتملة لهذه الليمت، إما راح نحكي لها infinity أو minus infinity أو does not exist. so خارج هذه الثلاثة أجوبة لا يوجد إجابة أبدا. لو عملنا هون direct substitution بهاي الليمت راح يعطيني 2 over 0، ولأنه 2 over 0 خليني أعرف هذه أبقيها هون. أوكي 2 over 0 non-zero over 0 هاي الأجوبة المحتملة. السؤال الآن الذي يطرح نفسه، كيف أقرر إذا فيما إذا كانت الليمت infinity أو minus infinity أو does not exist؟ هذا شيء يقرر ما يسمى بالساين chart of denominator. في ناس عندهم أساليب ثانية لكن أنا أتبع هذا الأسلوب. so راح أوجد الساين chart للدينوميريتر و to do so we will solve this. هذا الدينوميريتر افترض أنه equals 0 then shift then x equals 3 then بنيجي على النمبر لاين، وعندي هون 3 وعندي 3 0، then أنا بأكد أنه هذه الساين chart فقط لهذا الجزء. شو يعني ساين chart؟ يعني بدي أعرف هذا الفانكشن متى بيكون بوزيتيف متى بيكون نيجاتيف. so عشان نعرف هذا الشيء بنختار any real number greater than 3 وليكن 4 5 6 زي ما بدك، and plug in here 4 مثلا. if you plug in 4 it will be plus، لانه 4 minus 3 1، احنا بهمنا الساين ما بهمنا العدد نفسه. and if you plug in something less than 3 let's say 2 or 1 or 0 the way you like، and 2 minus 3 minus 1 so it is negative، then we will ask ourselves a very very primitive question. انه الليمت مطلوبة طبعا from the right hand زي ما شايفين، this is 3 from right، so I will observe the right hand here. This is the right hand. يعني it's same as my right hand. Okay. In the right hand, هذا ال function positive. Of course. So الجواب لهذه الليمت يكون 2 over 0 from right positive infinity. نقدر نكتب limit of 2 x minus 3 as x goes to 3 from right equals infinity، أو إذا بتحب تكتب positive infinity. نيجي لهذه الليمت، عندي زي ما انتم شايفين same function لكن from left hand. if you plug in نشوف direct substitution هو
2 over 0 يعني عندي non zero over 0 so الأجوبة اللي عندي 1 out of 3 إما بتكون infinity أو minus infinity أو does not exist. So رح نعمل sign chart. بإمكاننا نستخدم هذا sign chart اللي موجود هون. شوف الآن limit required from left. So عندي إذا بتراقب هون left hand طبعا هذا الرايت وهذا هون عندي اللفت نيجاتيف 2 اوفر نيجاتيف سو ذا انسر از نيجاتيف انفينيتي ان ذيس كيس سو ذيس ليميت ايكوالز نيجاتيف انفينيتي. طيب نيجي هون الليميت از اكس ابروتشز 3 اند اكس ابروتشز 3 مينز فروم رايت اند ليفت. So زي ما بتراقب الليمت من الرايت هاند كانت بوزيتيف انفينيتي من الليفت هاند نيجاتيف انفينيتي اند ذس ليمت داز نوت اكزيست انديد. انتهت هذه المسائل. خلينا نعرض عليكم كل المسائل التاليه راح نتعامل مع هذه المسائل الثلاث. بإمكانك أن تبقى وتتابع الحل بنفسك.